تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة. صحة وسعادة برنامج تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. في هذا البرنامج نفتح آفاق التواصل معكم مستمعينا لاستقبال آرائكم ولحظاتكم واقتراحاتكم، كل ما من شأنه أن يساهم في تطوير القطاع الصحي في إمارة دبي بشكل عام ودولة الإمارات العربية المتحدة كذلك. في هذا البرنامج أيضا يمكنكم التواصل معنا على الأرقام اللي بتخبركم عنها الدكتورة ندى الملا. صباحك الله بالخير دكتورة. صباح الورد وصباح الجمال وصباح الأحد اللي أحبه، كل أحد بداية أسبوع جديد، إن شاء الله يكون أسبوع جميل، وأهم شيء نبتدي الأسبوع دائما مثل ما نقول بطاقة إيجابية. أرقام التواصل معنا على 600-551-414 والرسائل النصية على 4006، وموجودين لايف الحمد لله على نور دبي وهيئة الصحة في دبي على الإنستغرام. يرحمك الله دكتورة. يعني انطلقنا في يعني المراحل النهائية لتطبيق نظام سلامة، ويعني اللهم لك الحمد انطلقنا في مستشفى لطيفة ومستشفى حتى صحيح، وأيضا عدد من المراكز التخصصية. فعشان شيء نحن بس حبينا ننوه للسادة المتعاملين والمراجعين لمنشآت الهيئة اللي تطبق نظام مشروع الملف الطبي الإلكتروني الموحد سلامة، انهم شو يجيبون معاهم دكتورة؟ يجيبون وثائق اللي دائما نقول عنها بطاقة صحية والهوية الإماراتية وبطاقة التأمين، ونوسع صدرنا ونطول بالنا في بداية تطبيق سلامة. طبعا تعودتوا على في العيادات لما انطلقنا من العيادات ومستشفى راشد لباقي عيادات رعاية الصحية الأولية ومستشفى دبي، والحين مستشفى لطيفة ومستشفى حتى، فطولوا بالكم يا جماعة معاهم كم من يوم إن شاء الله تمشي الأمور بسلاسة أكثر إن شاء الله. يعني دائما أي نظام جديد لما تأخذ يديك عليه عقب خلاص بيتحول إلى نظام بسيط وسهل. صحيح، نفس الوضع الحين الحمد لله. الحمد لله احنا في نعمة ما شاء الله مع نظام سلامة، الأمور وايد أسهل، نخلص المرض بشكل أسرع، أخذنا القرارات الطبية صارت أفضل بعد. دكتورة تعرفين كم اختصرتوا الوقت ما بين قبل سلامة وبعد سلامة؟ كم اختصار الوقت؟ ما عندي أرقام محمود، ولكن الوقت الأهم اللي تم اختصاره هو انتظار الملف. قبل كان ممكن تريل الملف 20 دقيقة في ساعات الذروة في العيادات، ساعات الذروة تكون بعد الساعة 10 كل المرضى يجون العيادات، فعشرين دقيقة عشان يوصل مرض للملف مغرفة الممرضة. الحين ما في داعي تتريع، على طول مرضي يسجل يفتح عندي ملفه مباشرة، يعني حالات الطارئة المرضي بيخلص بسرعة كبار السن على طول نخلصه ما نتريع أي ملف، فالحمد لله على هالنعمة. جميل، إذا نذكر مرة ثانية بالمتطلبات اللي هي بطاقة الهوية الإماراتية والبطاقة الصحية وبطاقة التأمين الصحي إن وجدت المواطنين طبعا، وهذا الكلام حين حاليا في مستشفى حتى ومستشفى لطيفة. ضروري يا جماعة الخير أن الواحد يعني يوسع صدره مثل ما يقولون، الحياة حلوة، النظام جميل صحيح لمصلحتكم. صح، شوية نحن نعرف أنه بيكون في تأخير بسيط في عملية التسجيل، بيكون في تأخير، ما نقول لكم ما راح يكون في تأخير، لا بيكون في تأخير. فعشان شيء وايد مهم، إذا ما عندك حالة طارئة لا تتوجه إلى المستشفى. صح لسانك محمود، هو الكلام. في بداية أول كم من يوم إذا ما في شيء ضروري توجهوا للعيادات عشان ما نسوي الضغط على مثل خصوصا مستشفى لطيفة في طوارئ، فما نسوي ضغط على الطوارئ يا جماعة، وبالتالي الحالات اللي تستوجب تدخل الطوارئ نتأخر عليها، فتوجهوا للعيادات أفضل. لا هو في النهاية بيتوجهون للحالة الطارئة ما بيونك أنت، ففوق التأخير مالك بتتأخر زيادة. أكيد صحيح صحيح. طيب شو مفهوم الحالة الطارئة دكتورة؟
الحالة الطارئة حسب القانون المعمل فيه في هيئة الصحة في دبي عندنا شيء اسمه ترياج سيستم أو نظام فرز الحالات. دول تروحون مستشفى راشد وحتى في العيادات تلاقون شيء اسمه فرز الحالات. شو يعني فرز الحالات؟ إحنا عندنا من T1 لين T5 من رقم 1 لرقم 5. رقم 4 ورقم 5 معناه حالة غير طارئة وتتريى عادي، يعني ممكن تريى ساعتين ساعة ونص حسب مزود الخدمة ايش كثر عنده زحمة. T1 to T3 لا، T1 يكون الوفاة، T2 T3 يكون فيها حالات إذا لم يتم تدخل الآن راح يكون فيها وفاة أو مضاعفات خطيرة على المريض. فإحنا لما نقول حسب فرز الحالات فالمعنى فيها أن لما تدخل على الممرضة والمرضة تقيم حالتك العلامات الحيوية والتاريخ المرض وسبب زيارتك وعلى أساس تسوي لك فرز الحالات. شو الغرض من فرز الحالات؟ ليش أنا لازم أفرز؟ عشان ما أهمل حالة طارئة تترياني وأجابل الحالة اللي هي أقل خطورة. كلكم طبعا من أخدمكم في النهاية الكل رح يحصل على الخدمة، ولكن تعرفون الحالة الطارئة لازم أن أخدمها أولا. هني يعني هذا الكلام اللي نحن نقوله، يقول نظام سلامة جدا ممتاز، بس للأسف في تأخير لدخول المرضى على الطبيب، يعني في خلل إداري. هو مو بخلل إداري يا جماعة الخير، نحن قلنا من البداية أن شوية ليه ما تأخذ إيد الموظف صحيح والطبيب على النظام صحيح. يقول مواعيد تبتدي 7:30 والطبيب يتواجد 8:30، يعني تأخير من 3 إلى 4 مرضى وبالتالي تكدس المرضى. لا أنا هذا في العيادات ما في. لا أنا ويقصد بالفعل أحيانا دكتورة يتم طلب تواجد المريض يعني قبل الموعد في عيادات المواعيد، يعني في مواعيد صحيح بنص ساعة صحيح محمد. ليش وجودك قبل الموعد بنص ساعة على أساس أنه يبتدي الدكتور ما بنه يتواجد الساعة 8:30؟ لا يا جماعة الخير، الدكتور موجود في عنده مرور على المرضى صباحا، مرور على المرضى الصبح زين. هو صح عنده عيادة لكن عنده بعد مرضى في السرة في الغرف في كذا، فهذه الجولة الصباحية هذا من البروتوكولات الطبية لازم يسويها. وفي هاندوفر محمود اللي هو كانوا خلال الليل لما أنا هيك شفت الصبح يعطيني شو استوى خلال الليل، شو الحالات الموجودة، شو الحالات اللي مرت العيادة. فهذا يأخذ تقريبا ساعة من الوقت، ولما توصلون أنتم من وقت يا جماعة أفضل لكم، على الأقل ما تكونوا مستعيلين، توصلون قبل الوقت، السيستر تأخذ علاماتكم الحيوية، ترتاحون، تشربون شاي، تشربون ماء، قاموا الدكتور إن شاء الله بروح عالي وابتسامة كبيرة. طيب عندنا خبر دراسة تقول أن تلوث الهواء يعرض صحة العظام للخطر. توصل دراسة حديثة إلى أن زيادة مستويات التلوث في الهواء تزيد من خطر الإصابة بتخلخل العظام وبالتالي كسور العظام عند الأشخاص الأكبر سنا. قام الباحثون بتحليل بيانات أكثر من 9,200,000 مريض في نظام الرعاية الطبية الأمريكية ميدكير كان قد سبق لهم العلاج في مستشفيات ومراكز الصحية بسبب كسور عظمية في الفترة ما بين 2003 و2010. خلصت الدراسة إلى أن أي زيادة بسيطة في مستوى التعرض لجزيئات التلوث الهوائي ترتبط بزيادة في خطر الإصابة بكسر عظمي عند الأشخاص الأكبر سنا. وبحسب الباحثين فإن نتائج الدراسة تشير إلى أن الأشخاص الذين يسكنون في مناطق ترتفع فيها مستويات التلوث الهوائي مثل التلوث الناجم عن دخان السيارات تكون لديهم مستويات أقل من الكالسيوم والمعادن والهرمونات الضرورية للعظام، وذلك بالمقارنة مع الأشخاص الذين لم يتعرضوا لتلك المستويات المرتفعة من التلوث الهوائي. يقول المعد الرئيسي للدراسة الدكتور أندريا باركريلي رئيس قسم العلوم البيئية بكلية الصحة العامة بجامعة كولومبيا الأمريكية، لقد أظهرت الدراسات عبر عقود طويلة كمية المخاطر التي تعرض الصحة عند زيادة مستوى التلوث الهوائي ابتداء بأمراض الجهاز التنفسي مرورا بالأمراض القلبية الوعائية والآن تخلخل العظام. هاي الدراسة وايد مهمة، يمكن وايد ناس ما يربطون تلوث الهواء الموجود بالمشاكل الصحية اللي ممكن نعاني منها. شو اللي يستوي يا جماعة؟ احنا بشرح بسيط، التلوث الهوائي لما الهواء يكون ملوث يكون مليء مشبع بغازات سامة، احنا لما نستنشق هالغازات السامة جزء منها يوصل الى الدم يكون عندي مثل مواد سامة تمنع تبادل الاملاح والمعادن بين الدم والانسجة، وبالتالي هذا يعرضنا لكثير من امراض الجهاز التنفسي، أمراض القلبية الوعائية، والآن تخلخل العظام أي بمعنى عدم ثبات العظم، العظم ما يكون في قوة، وبالتالي عرضنا أكثر للإصابة بالكسور. في
بما نتكلم عن كسور العظام وتخلخل العظام، كان في قبل مدة أعتقد يوم العالمي لهشاشة العظام، أو أعتقد كان في احتفالية بمناسبة هشاشة العظام. في عندنا فكرة خاطئة عن بعض الناس عن هشاشة العظام، إن هشاشة العظام لا تصيب إلا الناس الكبار في السن. محمود، بما نتكلم عن تخلخل العظام أو ضعف العظام، بما نتكلم عن كبار السن، على كبار السن تأشرين علي يعني؟ لا، ما أشر على الآيفاد. أوكي. فتخلخل عبالي تأشرين على أيمن. أيمن أبو نوح. أنت شاب قلبا وقالبا يا أبو نوح. فهشاشة العظام يا جماعة صح في الأغلب تصيب الناس الأكبر سنا، يعني النساء بعد انقطاع الطمث ورجال عمر كبير، ولكن احنا شفنا حالات ناس أصغر سنا في نهاية الثلاثينات أو في الأربعينات عندهم بوادر لبداية هشاشة العظام. انزين، السؤال يكون شو الأعراض الهشاشة؟ الهشاشة بالعادة مرض صامت، يعني مو بألم العظام معنا عندك هشاشة، ما يكون في أعراض موجودة. بالعادة احنا نكتشف الهشاشة بواحد من الحالتين، يا من المريض يجيب كسر ونسوي له الأشعة ونكتشف أن فيها هشاشة، أو إنه يسوون فحص الأشعة ويبين لأي سبب من الأسباب ويبين كأن العظم فيه خلل. فنحط في بالنا إن الهشاشة ممكن تصيب حتى الأعمار الأصغر من 50 أو من 60. نعم. كيف نمنع الهشاشة؟ نمنع أو نقلل من خطأ إصابة الهشاشة، طبعا فيتامين دال أساسي، ونكثر منتجات الألبان وأخذ الكالسيوم. الناس اللي منتجات الألبان مو بأساسية عندهم، خذوا حبوب الكالسيوم يا جماعة حبة في اليوم عشان يساعد في امتصاص فيتامين في بناء العظام في الجسم. طيب هنا يقول حسب ما تشير له الدراسات فإن التلوث سوء إشعاعي أو من المعادن الثقيلة التي تؤثر على صحة الأفراد يؤثر ذلك على الحمض النووي بالجسم ويؤدي إلى خلل به. زين، مبروك لكم يا محمود مشروع سلامة واكتمال إطلاق، اللهم لك الحمد، يسعد صباحكم، شكرا لكم، وعليكم السلام ورحمة الله. إذن هذه معظم الرسائل اللي وصلتنا على البرنامج. بنطلع فاصل مستمعينا، بعد الفاصل عندنا العديد من المواضيع. أول موضوع بنتكلم فيه مع الدكتور عائشة البسطي أخصائي طب الأسرة ومدير مركز ند الحمر الصحي بالإنابة، بنتكلم عن يعني اللي هي عيادة صديقة للطفولة. هي صديقة للطفولة وصديقة للبيئة وصديقة حق الكل إن شاء الله. ها؟ إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا لك يا دكتورة لدى على المعلومات اللي أعطيتيني إياها. أنت بتستمرين معنا وما بتسيرين. ما بس، لا موجودة موجودة. زين، فاصل مستمعينا، بعد الفاصل متواصل. صحة وسعادة. أسعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعينا الكرام، حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة. هذا البرنامج اللي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. حصل مركز ند الحمر الصحي التابع لهيئة الصحة في دبي على لقب صديق الطفولة من منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونسف، لينضم إلى قائمة المراكز الصحية العالمية الحاصلة على هذا اللقب واللي تشجع رضاعة طبيعية كأفضل بداية للطفل. بنتحدث عن هالإنجاز معنا في الاستوديو دكتور عائشة البسطي أخصائي طب أسرة ومدير مركز ند الحمر الصحي بالإنابة. نورتي دكتور عائشة الاستوديو اليوم. شكرا ندى، شكرا محمود، شكرا على الاستضافة. شكرا يا دكتور. نحن بدينا الحلقة اليوم تكلمنا عن سلامة، وانتم بعد من المراكز اللي طبقتوا النظام. زين، ابغى اعرف كيف هذا النظام معاكم، كيف ماشي، وهل بالفعل سهل عليكم الامور في عملية التسجيل وعملية يعني رعاية المرضى؟ الحمد لله الوضع وايد احسن مع السلامة، كل الموظفين الحمد لله. اول ما بديتوا كان في مشاكل؟ اي نظام جديد، اي شيء جديد انت بتبتدي مبسطة بتلقى تحديات فيه اكثر من ما نقول مشاكل. شيء جديد مثل تتبع من تطور من مكان لمكان لازم تشوف هالتحديات، بس الحمد لله تعاون الموظفين عندنا، الجميع عارف بأهمية هذا النظام، والحمد لله لين الحين نحس بأهميته تطلع قدامنا يوم بعد يوم. صحيح. نفس ما قالت الدكتورة ندى، وقت الانتظار من ناحية نقل الملفات وايد قل، لأن في لحظة ينتقل الملف من بس بزرة زر يعني على طول ينتقل الملف، المعلومات كاملة كلها موجودة، الكتابة أي حد يقدر يقراها
بطريقة سهلة. ما نقول أن هذا خط صعب ينقرأ وهذا لا. خطوط الأطباء ما شاء الله اللهم زيد وبارك يعني معروفة. ثاني شيء بالنسبة للإحصائيات، نشوف الإحصائيات كاملة نقدر نتتبعها في أتابع المريض. الحين المريض عندي اليوم حولت المستشفى، قبل كان فيه صعوبة أو شوية بيني وبين المستشفيات، الحين أقدر أتابع حتى وهو في المستشفى، أعرف أشياء وايدة عنده. والحمد لله كان عندنا تغييم بعد الإمرام والحمد لله المراكز الصحية حازت على درجة 6 خلال الإمرام. ممتاز. ميرا صبحت الله بالخير، ما صبحت عليك اليوم. شوفي لي صاحب هذا المسج أو صاحبة هذا المسج اللي كانت تتكلم عن أن من أكثر مشجعين المستشفيات الحكومية، لكنها تعرضت لموقف خلاها تغير رأيها. كانت حامل وراحت مستشفى دبي، من خلال تعامل الممرضة ما كان كويس حسب ما تقول. أبغي تفاصيل هذه الحادثة، وإذا تقدر تطلع معانا على الهواء بعد تشرح لنا الموضوع ما في مانع. أذروايز ممكن بس تعطينا تفاصيل الحالة بالضبط ونحولها على المعنية التاريخ إذا تتذكر اسم الممرضة، لأن هذه مواضيع نحن يعني يتم اتخاذ إجراءات عليها. صحيح. بشكل كبير. يقول السلام عليكم، أتمنى أنكم تتعلمون من مستشفيات أبوظبي. والله أنا من دبي أروح أتعالج في أبوظبي بدون أي تأخير، أدخل على الدكتور وعندهم أنظمة متطورة جدا جدا للاهتمام بالمرضى دون أن ينتظر. يعني أنا سعيد جدا أن في عندنا أنظمة جميلة في دولة الإمارات العربية المتحدة، كلنا نكمل بعض. القطاع الصحي يعني هو مرتبط بالكل. نحن نتمنى، أنا وجهة نظري دكتور، يمكن أنا أول مرة أقولها على الهواء، وجهة نظري أتمنى في كل إمارة يتم يعني تخصيص أو يتم وضع تخصص معين في كل إمارة، مستشفى متخصصة في كل إمارة لأمراض معينة. مثلا في أبو ظبي عن السرطان، في دبي عن العيون مثلا، الشارجة العظام مثلا، فيتم هذا التوزيع. ليش لا؟ بالعكس هذا شيء جيد، ممكن يكون اقتراح يعني الكل يركز على شيء معين. يعني بس عموما هي المنظومة الطبية متكاملة. ولا شو رايك؟ صحيح أكيد. شو رايك دكتور؟ وكلنا نكمل بعض في النهاية يعني البعض. إنزين بس مو بعيب نتعلم من الباقين. إذا هاتون النقاط الإيجابية يا جماعة، أنت تروح من حتى اللي يسافرون برا عيون يقول شوفوا النظام برا، هاتون النقاط مثلا، حطون النقاط وممكن حنقدمها ونطبقها هني، فما في مشكلة. كلنا نتعلم من بعض، نفس ما ناس تيجي دبي تتعلم منها. صحيح. بعد نتعلم. صحيح. يعني هذا هي كلمة وجهها سيدي سمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم الله يحفظه ويرعاه خلال معرض الطيران. قال يعني اللي يبغي يتعلم من دبي نحن جاهزين، أهلا وسهلا. قال صحيح. صح ولا؟ صح. ونحن بعد كذلك ما وصلنا إلا أن تعلمنا من الآخرين. صحيح. صح. صح. أكيد. طيب دكتورة نرجع لموضوع صديق الطفولة، تفضلي. شو تبغين تقولينا عن هذا الموضوع؟ وشيء خلينا، ليش شلتي الورقة؟ أصلح لك شيء محمد. لا تصلحين حتى ما يبغي أصلح لك. دكتورة خلينا نتكلم بداية عن معنى أن المركز صديق للطفولة، وشو هي الإجراءات اللي سويتوها للحصول على هذا اللقب؟ بداية بالنسبة لمركز صديق الطفولة، هذا اعتماد دولي من ناحية منظمة الصحة العالمية. يعتمد الاعتماد على التشجيع وتعليم الأمهات أهمية الرضاعة الطبيعية، والمركز شو هو دوره الكامل عساس يهيئ هاي البيئة ويساعد أن هاي النقطة من ناحية الرضاعة الطبيعية تتركز في كل أماكن بين كل الأمهات التابعين للمركز. صحيح. الحمد لله مركز نادي الحمر واحد من المراكز اللي حازت على مركز صديق للطفولة، وقبل الحمد لله في مراكز صحية تابعة لهيئة الصحة في دبي بعد كذلك حازت عليه. صحيح. بداية بالنسبة لتقديم الطلب، أنك أنت تقدم كمركز صديق للطفولة بالنسبة لمنظمة الصحة العالمية، وهي منظمة عالمية ولها مقاييس معينة عشان تعطيك هالاعتماد أن المركز صديق للطفولة. ثاني شيء ني على المتطلبات أساس المركز يوصل لهالاعتماد. ثالث شيء عندنا تدريب الموظفين كافة بخصوص هذا الاعتماد وتهيئتهم بعد، لأن بدون يعني
الشغل يعتبر كشغل جماعي أكثر من أن الشغل يعتمد على شخص واحد. يعني كنا نكمل الثاني في شغلنا. ما تقدر تقول أنا بمشي المركز الوحدي، لا، هذا تعاون كامل من أصغر موظف لأكبر موظف عندنا في المركز. وبعدين يانا التغييم. بعد التغييم الحمد لله النتيجة وهي اعتماد المركز كمركز لصديق للطفولة. ممتاز. شو أهمية الاعتماد دكتورة عاشي؟ يعني أنا أكون مركز صديق للطفولة والأمومة، شو يأثر هذا على مثلا الخدمات اللي بقدمها أو على المجتمع بشكل عام؟ لها أهمية كبيرة من نواحي كثيرة. أول ناحية، إذا كان المركز يعني معتمد دوليا ومن هيئة معترفة عالميا مثل WHO أو منظمة الصحة العالمية، يعطي اعتراف في جميع دول العالم. ثاني شيء، يعطي ثقة كبيرة لكل متعاملينه أن مركزية تابع يعني تابع المقاييس، أو أن عنده مقاييس معينة حتى في الاعتمادات اللي هو ياخذها. فأنا إذا بصير أي مستشفى أو بصير أي مكان، لازم أول شيء أشيك على المستشفى شو اعتماداته شو الأشياء. فهذا عطانا ثقة، وعطانا حتى عطى متعاملينا ثقة كبيرة مستوى المركز سواء داخليا في إمارة دبي أو حتى عالميا. صحيح، أكيد. ثاني شيء، الثقافة اللي خدناها من الاعتماد نفسه، يعني عندي نزلت سياسات معينة أساس يكون المركز صديق للطفولة. ثاني شيء، دربت الموظفين وتدريبات معينة كانت تشجيع الموظفين كذلك. ثاني شيء، بالنسبة للمرضى أو المراجعين عندي، ابتدوا يتعرفون على أهمية هذا الشيء. صحيح، أكيد. وكان التداخل بينه وبينهم كبير، يعني كان أني إذا بعلم شخص أو أني بتواصل وياه باستمرار فبيكون مندمج وياي وبيكون توصل المعلومة أسهل له. صحيح، أكيد. في هنا يقولون فخورين في الدكتورة عائشة البسطي، قمة في الأخلاق وقيادة قيادية ناجحة. شكرا، نزلت من ناجحة التوفيق. دكتورة، الرضاعة الطبيعية لها فوائد أنت ذكرتي، نبغي بس نذكر بهذه الفوائد يا جماعة الخير عشان شوية يعني الجيل الجديد يطلع جيل صحي شوية ما يطلع شي بعاض ما في مناعة. ليه شوفيهم الجيل الجديد الكل ضد الجيل الجديد؟ لا والله دكتورة، إذا الإحصائيات تقول ما بين كل ثلاث أطفال اثنين فيهم سمنة، وهذا نشوفه والله قاعدين نشوفه بالعين نشوفه في العوائل كلها. أنت بس تطالع العيال اللي في البيت، يعني مو شيء طبيعي دكتورة. في أهميات كثيرة بالنسبة للرضاعة الطبيعية. نبدأ مو بس للطفل، أولاً للأم وبعد للطفل نفسه. بالنسبة للأم، أول شيء بالنسبة عندنا الأم طبعاً بعد الولادة، بالنسبة للرضاعة الطبيعية تساعد الأم على تنزيل وزنها بطريقة سريعة. صحيح. انزين، ثاني شيء بالنسبه للاحتكاك بينها وبين طفلها، تكون دائما مع طفلها، فهالشيء يحسسها بالراحه ان دائما تكون هي مع طفلها. جميل. انزين، ثالث شيء بالنسبه للرضاعه الطبيعيه معروفه انها تقلل من الاصابه بامراض معينه وامراض خطيره مثل سرطان، الله يعافي الجميع، سرطان الثدي اقل عند النساء اللي يرضعون، سرطان الرحم نفس الشيء. بالنسبة لي نقطة ثانية، أسهل للأم، يعني أي وقت تقدر ترضع بدون ما تجهز الرضاعة، بدون ما تجهز نظيف ما بنظيف، صارت أي مكان يعني أي وقت تقدر بسهولة فائقة وتضمن نفس الشيء، نظافة الشيء اللي هي قاعدة تقدم لولدها أو بنتها، وثاني شيء جودته. أهم شيء أنكم أنتم تساعدون وملحينا. الحمد لله، الحمد لله. كلمة أخيرة قبل أن نختم معك دكتورة عائشة. أوكي، شكرا على استضافتنا اليوم، وشكرا على عرض هذا بالنسبة للاعتماد، لأن هذا واحد من أهم الاعتمادات اللي مو بس تأثر على المركز، هذا يتأثر المجتمع كامل فيها. فالمجتمع من الإعلام يلعب دور كبير توصيل هالمعلومات للمجتمع بطريقة سلسة وبطريقة سهلة، ويتقبلها المجتمع بروح سريعة، يعني بسرعة يتقبلها. وهذا واحد من أهم الاعتمادات اللي الحمد لله الهيئة حصلت عليه، وإن شاء الله
نتمنى التوفيق واعتمادات أكثر وأكثر في الأيام الجاية. ما شاء الله عليكم، يعني حاصدين للاعتمادات ولشهادات التميز دائما. فخورين فيك دكتورة عائشة، صباح الخير، شكرا لكم. هاي دكتورة خولة تقول لك فخورين فيك. عموما نحن دكتور راح وصلنا إلى الفاصل، نحن شاكرين لك تواجدت معنا، وإن شاء الله يعني من توفيق لآخر. بعد الفاصل عندنا موضوع آخر بنتكلم عنه، اللي هو شوفوا عن استئصال ورم في الغدة الكظرية لمريض بحجم 3.5 كيلو. فاصل وراجعين. صحة وسعادة. أسعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعينا الكرام، حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة. هذا البرنامج الذي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعة نور دبي. أرقام التواصل معنا 6005514114 والرسائل النصية على 4006. موجودين لايف على نور دبي وهيئة الصحة في دبي على الإنستغرام. في حد يقول يتني حساسية الأرتكارية وخذ إبرة كل شهر، المرة الأولى بالعضل، المرة الثانية تحت جايستني مو بيتني أوكي حساسية خذ إبرة كل شهر، المرة الأولى بالعضل، المرة الثانية تحت الجلد، والأولى قالوا بالخطأ أخذتها، شو الرأي؟ أنا ما بقول لك خطأ أو صح، ولكن أنت من وين خذت الإبرة؟ يا جماعة مثل هالأشياء هم قالوا لك إنه خطأ، إذا ارجع للطبيب المعالج قول له دكتور شو مشكلة أول إبرة؟ ليش أعطت بالخطأ؟ هل راح يأثر في علاجي أو لا؟ فدائما ارجعوا للطبيب واسألوه شو بتكون مخاطر من أول إبرة؟ مفروض يتحاسب الدكتور ولا؟ ما هو يسأل يروح للطبيب، إذا طلع فعلا إنه بالخطأ ممكن يقدم شكوى. صحيح. زين، تمكن فريق من أطباء هيئة الصحة بدبي من استئصال ورم في الغدة الكظرية لشاب مواطن في العقد الثالث من العمر، وصل وزنه إلى 3.5 كيلوغرام، وهذه العملية اللهم لك الحمد تكللت بالنجاح، وهي من العمليات النادرة يعني أن الواحد ينجح فيها من دون مضاعفات. نحن نتكلم عن هذه الحالة المرضية وكيف تم التعامل معها من خلال استضافتنا الدكتور ياسر السعيد استشاري المسالك البولية في مستشفى البيض. صباحك الله بالخير دكتور. هلا دكتور. أول شيء نبغي نعرف الحالة هذه، يعني كيف وصلتكم، شو كانت الحالة وشو كان يعاني منها المريض؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا المريض تم تشخيصه في البداية في إحدى المستشفيات الخاصة على أساس أنها كانت عنده دوالي دوالي الخصية، وأجروا له العملية. صحيح. وبعدها ضمن الفحوصات اللي كانت فحوصات روتينية منها تصوير تلفزيوني للبطن، حصلوا انه في ورم موجود في البطن، ف سووا له الاشعه المقطعيه اللي هي سي تي سكان. فالسي تي سكان بين ان عندهم ورم تقريبا 24 سنتي موجود في فوق الكليه اليسار، وهي عباره عن الغده الكظريه اللي كانت متضخمه وواصله لها الحجم. صحيح. فتم تحويل المريض عنا لقسم المسالك البوليه. طبعا في هاي الحالات يعني الواحد ما يقول أنا، هو عمل فريق كامل خصوصا في هاي الحالات، فلله الحمد عنا في هيئة الصحة كل التخصصات متوفرة والخبرات موجودة، فأجرينا للفحوصات المبدئية منها الأشعة المقطعية للصدر للبطن للحوض، البت سكان اللي حاليا متوفر في مستشفى دبي. طبعا بالبت سكان تأكدنا ان الورم هذا ما منتشر في اي مكان ثاني. تواصلنا مع اخصائيين الغدد الصماء. طبعا اجروا له الفحوصات اللازمة لمعرفة اذا كانت الغدة هاي غدة نشطة ام لا. لان تجهيز المريض في حالة إذا كانت الغدة نشطة تكون مختلفة. صحيح. عن حالة المريض اللي الغدة تكون غير نشطة. فأجرينا هاي الفحوصات بالتعاون مع فريق الغدد الصماء في مستشفى دبي وقسم الجراحة العامة في مستشفى راشد. ممتاز. و
عمل جماعي. كوننا فريق جراحي يتكون من الدكتورة عليا المزروعي، دكتور فيصل بدري هنا، والدكتور قيست من قسم المسالك البولية. وبعد التخطيط للعملية وبعد تجهيز المريض من ناحية التخدير أجرين العملية، والحمد لله رب العالمين في أقل من 3 ساعات استأصلنا الورم بشكل كامل. ممتاز. حاليا طبعا المريض طلع من المستشفى بخير الحمد لله. بدون أي مضاعفات لله الحمد. وقاعدين ننتظر نتيجة التحليل النهائي لهذا الورم لتحديد نوعه، هل هو خبيث أم حميد. طبعا الغدة الكظرية أو أورام الغدة الكظرية في أكثر من 85% منها تكون أورام حميدة. لها السبب الأورام هاي تكتشف بالصدفة عادة. صحيح. في حالة تصوير لأي شيء ثاني أو أي أعراض ثانية. بعض الأورام هاي من أنواع نادرة ممكن تؤدي إلى ارتفاع في الضغط، تسارع في دقات القلب، تغيرات هرمونية، لأن الغدة الكظرية تفرز هرمونات مختلفة. صحيح. أنا عارف الغدة الدرقية، الكظرية يعني أول مرة أسمع، شو الفرق بينهم؟ الكظرية هاي غدة موجودة فوق الكلية، يسمونها جارة الكلية. جارة الكلية. نعم، موجودة فوق الكلية مباشرة. أوكي. والدرقية؟ الدرقية موجودة في الرقبة. في الرقبة. نعم. دكتور طبعا أنت شرحت أن بعض الأعراض المرتبطة بأورام الغدة الكظرية، المريض كان عنده ارتفاع اللي هو كان عنده دوالي في الخصية، فهل هو من الأعراض المعروفة أصلا لالتهاب لأورام الغدة الكظرية؟ ما بالضرورة، هو وجود الورم وحجم الورم اللي هو تقريبا 24 سنتي 3.5 كيلو. زين، هذا كان عامل ضغط على الوريد اللي يوصل الدم من الخصية لين وريد الكلية على الجهة اليسار، فبالتالي بسبب الضغط هذا كان مسوي له توسع ومسوي له دوالي. ممتاز. الحين انتو شلتوا الغدة هذه الورم ولا الغدة شلتوها؟ احنا شلنا الورم مع الغدة. مع الغدة. لأن الغدة هي نفسها لما الضخمة، الورم طيب. موجود ما أخذ الغدة بكبرها. شو وظيفة الغدة الكظرية هذه دكتور، وعملية إزالتها من الجسم شو راح تكون لها تأثيرات؟ رب العالمين سبحان الله عنا من كل شيء اثنين. رب عنا الغدة الكظرية الثانية طبعا، جماعة الغدد الصماع عنا قاعدين يتابعون المريض، وعلى يعني متابعة مستمرة، وقاعدين يعطونا نوع من الهرمونات اللي هو الكورتيزون على أساس يحاول يعدل وينظم الموضوع هذا. صحيح. طبعا وظيفة الغدة الكظرية إفراز مجموعة كبيرة من الهرمونات. صحيح. دكتور بس بغيت أسأل، هل هالأورام نادرة ولا فعلا متكررة؟ واد ممكن واد منا ما اكتشف انه عندها نوع من الأورام، بما انه معظمها مثل ما ذكرت حميد. نعم. هي العملية نادرة ظني ولا حتى يعني الورم هذا، الورم في الغدة الكظرية عادة الإصابة فيها تكون قليلة جدا. يعني في الدراسات في الأورام اللي هي أقل عن 5 سنتي تكون، يعني في الدراسات اللي سووها على الناس يعني في البوست مورتم في التشريح يعني okay. يشوفون في حالات الوفاة تضخم الغدة الكظرية يكون موجود في تقريبا 5%. زين، لكن في البوبوليشن عموما أو في المجتمع يعني وجود هاي الأورام تكون نادرة، يعني ما يتعدل 2%. المراكز اللي تسوي هاي الحالات، يعني المركز اللي يعتبرونه مركز يسوي هالحالات بكمية كبيرة إذا تعدى 10 حالات في السنة. فيعني يبين أن عدد الأورام هاي تكون قليلة. قليلة جدا. وورم مثل هذا بهالحجم طبعا يكون نادر جدا. نحن متعودين ما شاء الله انتم هذا القسم تجيبون اورام ما شاء الله تدخل موسوعه جينيس. هي توصلنا نحن ما نيفا الحمد لله رب العالمين، لكن مثل ما قلت لك المجهود هذا المجهود الجماعي، مجهود فريق كامل يعني هو سبب النجاح بفضل من رب العالمين وفضل مجهود الجميع. طيب دكتور، يعني هني ابغي اسال عن الاسباب، اذا كانت بعض السلوكيات الخاطئه اللي الواحد ممكن يمارسها في حياته تؤدي الى هذا مثل هذا الخلل، وايضا
الأمور الثانية، أبرز الأمراض اللي ممكن قد تصيب جهاز المسالك البولية عندنا نحن ك يعني في منطقة الخليج أو في الشرق الأوسط عموما، أكثر الأمراض اللي موجودة هي الأمراض المتعلقة بحصى الكلى، وهي هي المنتشرة بسبب الجو الحر، نظام التغذية، قلة شرب الماء، قلة الحركة. صحيح. هاي الأمور هاي كلها تؤدي إلى أمراض حصى الكلى. شربي ماء دكتورة. أنا دائما أشرب ماء محمود. أشوفك أنت شرب ماء من قال الدكتور على شرب الماء. نسيت أنا أشرب. الحركة مهمة جدا، الرياضة مهمة جدا، نوعية التغذية والأكل. صحيح. يعني الواحد لازم يحاسب في أكله، في مفهوم خاطئ يقول لك لازم ما تأكل كالسيوم. صح. على أساس تتجنب الحصى، وهذا مفهوم خاطئ. صحيح. لازم كمية الكالسيوم تكون متوازنة في اليوم كوجبة. زين، والواحد يحتاج على الأقل ما يعادل كاس حليب. صحيح. على أساس يحافظ على منسوب الكالسيوم، لأن نحن إذا قللنا الكالسيوم الواحد يكون حصى الأوكسالات. صحيح. فهذا يعني يعني لازم إن لازم يكون غذائي متوازن مع ما قلل الكالسيوم وعرض نفسي هشاشة العظام. بالضبط. طبعا أكيد حتى أنواع ثانية من الحصى بعد. صحيح. في عندنا سؤال هني يقول دكتور عندي ولدي عمره 8 سنوات ودائما يعاني من اللوز. اللوز شو العلاج وهل إزالتها لها أعراض؟ هذا حقك أنت دكتور. نفس بالعادة احتقان اللوز أو احتقان الحلق بالعادة يكون سبب فيروسي. متى نقرر لازم تشاور ولا لا؟ إذا تكرر 3 مرات أو أكثر خلال السنة صار احتقان في اللوز أو التهاب واحتاج إلى مضاد حيوي. مهم جدا جدا إذا كان يحتاج مضاد حيوي، معناه يصير فيه صديد وتتضخم وايد. احتياج المضاد الحيوي 3 مرات وأكثر في السنة ممكن يبرر إزالتها، بس مثل ما قلت لكم حسب الحاجة. زائد إذا التهاب اللوز خلى الطفل يغيب عن المدرسة فترة طويلة، ليش؟ لأن يكون عنده حرارة عالية، صعوبة في البلع، يكون تعبان، فهالحالة ممكن انه تزال اللوز. هلا اعراض، هلا مضاعفات اتوقع؟ لا، اعراض بعد الازالة. طبعا اللوز هو جزء من جسمنا يعني، واكيد تلعب دور مهم يعني، فيها تسوي تصفية الحلق وغيرها، وازالتها اكيد بيكون في اعراض، ولكن حنوازن الفائدة والضرر. الضرر ان اخذ مضاد حيوي، حرارة، تغيب عن المدرسة او العمل، مقابل ازالتها في بعض الاعراض الخفيفة. بس في الاول والاخر يرجع الامر لي طبيب الانف والاذن والحنجرة يقرر لكم. شكرا جزيلا دكتورة. دكتور ياسر، نرجع لامراض المسالك البولية. الان يعني في بعض الاشياء اللي انا لازم اسويها على اساس اني اتجنب مثل هذه الامراض، هذا واحد. اثنين، كيف اقدر اعرف ان انا عندي مشكلة قبل لا روح الطبيب؟ هي طبعا وجود مشكلة في المسالك البولية يعتمد على الأعراض اللي الواحد يشتكي منها. يعني مثلا عند الرجال عموما مع العمر بعد سن 40 يصير عند الرجال تضخم في البروستات. زين. أعراض تضخم البروستات مثلا يكون كثرة اسكم الله التبول، ضعف في دفع البول، الواحد يصحب الليل أكثر من مرة ومرتين. هاي الأعراض كلها إشارة أن في شيء قاعد يحصل. زين. بسبب انسداد في مخرج البول نفسه وعنق المثانة. طبعا من الأسباب الشائعة هو تضخم غدة البروستات. الأسبوع القادم هالأسبوع يعني هو أسبوع توعية للبروستات يعني وأمراض البروستات، وعندنا مؤتمر صحة الرجل بعد بيكون. ممتاز. في هذا أول مؤتمر على مستوى الدولة لصحة الرجل. جزاك الله خير. وفي تاريخ 13 لتاريخ 18 ديسمبر. جزاك الله خير دكتور. أخيرا في شيء للرجل عشان مساكين مظلومين. كل صحة المرأة وهشاشة وأطفال، رجال ما في. فإن شاء الله إن شاء الله يعني هاي الأمور كلها بتغطى في هالمؤتمر. إن شاء الله. دكتورة بالنسبة للنساء. شو فيهم النساء؟ المشاكل مشاكل بولية. طبعا النساء أكثر مشكلة تواجه النساء التهاب البول، طبعا يكون أكثر شيء بسبب تركيبة المرأة بشكل عام. طبعا المرأة وايد تهمل نفسها، ما تشرب ماء كفاية، أكلها ما يكون منتظم، ما تمارس رياضة أحيانا، فشربوا ماء وايد. وعليكم عصير الكرامبري جوس أو التوت أو عصير القصب، يساعد في تقليل خطأ إصابة بالتهابات البول. بس الماء ضروري جدا جدا. وفي طبع غريب عند النساء محمود، يومين في الدوام ما تصير الحمام،
تتريل ما تروح بيتها. ليش؟ تشك ان حمام الدوام ليس نظيف. مسك البول نفسه هذا يعرضنا لالتهابات شديده وممكن يؤدي للحصى بعد الدكتور ولا لا؟ مسك البول فتره طويله ويؤدي الى ضعف المثانه بعد. صحيح. وطبعا عند النساء بعد غير موضوع التهابات البول عندهم مشاكل الحصى لان هذا مشترك بين الرجل والمراه. صحيح. من الامور الثانيه اللي تتعلق بالمراه عندهم سلس البول خصوصا بعد الولادات المتكررة. صحيح. سلس البول لا إرادي مو بسبب الضعف بسبب زيادة في قوة عضلات المثانة. صحيح. زين تقلصات اللي تصير لا إرادية في عضلات المثانة ممكن تسبب هاي الأمراض. هاي كلها تعتبر مشتركة ما بين المسالك البولية. جميل. والنساء أمراض النساء يعني مشكلة سلس البول دكتور ما ذكرتها بنتطرق لها على العجالة. في كثير من النساء تخجل من تروح للطبيب وتقول أنا عندي مشكلة في سلس البول وأحتاج علاج. فشو الرسالة توجهها للنساء في خصوص هالمشكلة اللي كثير من الناس احنا نشوف في العيادة يعانون منها؟ المشكلة مشكلة تعتبر يعني كبيرة وتأثيرها كبير على الحياة اليومية للمرأة. انزين والحل قد يكون حل بسيط حتى لا يحتاج إلى جراحة. لكن الفحوصات ضرورية. صحيح. بعض النساء عندهم الخجل من اللجوء للمسالك البولية لأن أغلب الجراحين الموجودين حاليا في الدولة رجال. صحيح. لأن التخصص تخصص المسالك البولية الغالبية اللي يتجهون لها رجال. لكن هذا ما يمنع أن الوحدة يعني ما في حياء في العلم. صحيح. وهذا شيء في النهاية بيساعد على علاج المشكلة. نحن في الهيئة ما عندنا طبيبات؟ طبيبات في المسالك البولية حاليا لا ما عندنا. ليش؟ نتمنى تخصصي انت تخصصي اطلع من الطب الاسرة ممكن سوي سبيشاليتي بعدين لا نبغي نحن هذا موضوع لان فعلا ما في نساء في التخصص هاي يسوي مشكله شوي مع المريضات اكيد. فنحن نلجا عاده لدكاتره الامراض النساء على اساس يسوون الفحص. لكن في بعض الاشياء الفحوصات دقيقه مثل فحص ديناميكيه المثانه نضطر ان نحن نسويها بس بالمساعده من قبل التمريض وطبيعة الحال يعني هي العمل بأخلاقيات الطب يعني هي اللي تحكم المسألة. أنا يسأل هل تضخم الكلى يعتبر ورم؟ على السريع دكتور لأنه ما عندنا وقت. لا تضخم الكلية لا يعتبر ورم. تضخم الكلية في هالموضوع هو تضخم أو توسع في حوض الكلية اللي هو تجمع البول غالبا قد يكون بسبب انسداد موجود أو كان التوسع موجود بسبب انسداد قديم فهذا يحتاج إلى فحوصات. طيب دكتور نحن قبل أن نختم نبغي بس يعني كلمة أخيرة تبغي تقولها وأيضا نتعرف شوية عن العمليات اللي تسوونها في قسم المسالك البولية. الحمد لله رب العالمين عندنا قسم المسالك البولية قسم متطور. الأجهزة اللي موجودة عندنا والخبرات اللي موجودة كلها على أعلى مستوى. يعني عندنا جراحة المناظير متقدمة جدا. جراحة اللابروسكوبي أو التنظير عن طريق الكي هول سيرجري وفتحات المفاتيح هاي متوفرة. حتى جراحة الروبوتك سيرجري عندنا الخبرات وإن شاء الله نتمنى سويته 3D بعد أو 3D بعد. ف يعني قاعدين يعني حتى ما بس نواكب التقدم اللي موجود في أمور قاعدين نتفوق عليهم حتى ما شاء الله عليك. دكتور أنت شو تخصصك أصلا؟ أنا وين درست؟ أنا تخصصت اللي عرفه تخصص نادر كان في الروبوتك سيرجري في فرنسا. نعم. اي ما شاء الله عليك. نحن يعني دكتور ياسر من الكوادر الجميله اللي نفتخر فيها. نذكر يوم زيارتنا فرنسا كان المفروض نشوفه لكن ما لقيناك هناك. عموما دكتور ياسر السعيدي انت ليش تشلين اوراق؟ انا ابغى اعرف بس يعني خبريني الاوراق ليش تطير من قدامي؟ شو تبغين فيهم؟ ارتب لك الاستوديو. تريح خليني اخلص الحلقه سوي اللي تبغينه. عموما دكتور ياسر سعيد استشاري المسالك البوليه في مستشفى العين حشاكرين لك هذا التواجد اتمنى لك التوفيق. شكرا لك. شكرا لك. شكرا لك. قبل لا اختم معاك دكتور تقول عندي بنتي مولوده بكلى كليه واحده الحين عمرها 3 سنوات ودوم تشتكي من الم في رجل واحده. هل لها علاقه؟ عندها كلية واحدة البنت ولكن دائما تشتكي من الم في رجل واحدة عمرها 3 سنوات وما له علاقة مباشرة لكن نحتاج نشوف وظائف الكلية. صحيح. لازم احيانا اذا في ضعف في وظائف الكلية ممكن يسبب توزم بس. صح. عادة يكون في الجهتين فالافضل تشوفين طبيب اختي. يلا ان شاء الله يعني
الله يشافيه ويعافيه. شو بقول بعد الحين؟ شلي اللي تبغينه يا ولدي. شكرا. تبغين القلم بعد خذيه. القلم هو اصلا. تبغين المايك؟ لا. زين. شكرا للدكتوره ندى الملا، شكرا لك دكتور ياسر، شكرا لك بنوح على هذا الاخراج المميز، وشكرا لك يا ميرا الغفلي ما قصرتي، وهذه تحياتي محدثكم محمود يوسف العلي، وحتى نلقاكم ان شاء الله في الغد نقول لكم في الختام دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.